في إطار محاربة الجريمة الحضرية، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين المان، وعلى إثر استغلال الجيد لمعلومات مفادها قيام شخصين بوسط المدينة بترويج المؤثرات العقلية، وعلى إثر إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين المان، تم تفتيش مسكني المشتبه فيهما، أين تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تمثلت فيه 680 قرص من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي 7 ملايين سنتيم يعتبر من عائدات الترويج من هذه السموم. تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين وإحالتهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.